ان احنا لو جبنا الجهاز التناسلي عند المرأة، الجهاز التناسلي عند المرأة لو جينا خدناه بالترتيب من فوق لتحت، عندنا مبايض، عندنا انابيب، عندنا رحم، عندنا عنق رحم، عندنا مهبل. شايف كل الحاجات اللي انا قلتها دي لازم تبقى سليمة علشان يحصل حمل. من اول المبايض، المبايض ديت لو فيها خلل مش هيحصل حمل، الانابيب لو فيها خلل فيها انسداد مش هيحصل حمل، الرحم نفسه لو فيه خلل لو فيه اورام ليفيه الكلام ده كله مش هيحصل حمل. فاحنا لو جينا مسكنا الاسباب دي كلها، اول حاجه المبايض، المبايض دي وظيفتها ان هي تطلع لنا بويضه سليمه. البويضه السليمه ديت لازم عشان تطلع تبقى المبايض شغاله كويس. طب ايه اللي ما يخليش المبايض تشتغل كويس؟ في اسباب عامه واسباب بسيطه وسهل علاجها، بنسميها اسباب عامه. يعني واحده بتعمل دايت شديد جدا وبتعمل بتحاول تخس بطريقه عنيفه، واحده مش بقى بتعمل دايت يعني هو ظروفها الاجتماعيه مخليه التغذيه بتاعتها مش كويسه، واحده بتعمل اكسرسايز او داخله الاولمبيات او داخل تلعب العاب عنيف. قويه عنيفه وبتتدرب بطريقه عنيفه، كل دوت يوقف لنا التبويض. مشاكل تانية، مشاكل في الغده، الغده الدرقيه سواء بالزياده او بالنقصان. عشان كده لو واحده جات لي بتقول لي يا دكتور بقى لي فتره ما بخلفش، لازم اعمل لها تحاليل للغده. مشاكل في الغده النخاميه ودي مشهوره جدا، اورام البسيطه اللي في الغده النخاميه بتعمل لنا مشاكل في التبويض وتوقف التبويض. مشاكل في الغده الكظريه، مشاكل في المبيض نفسه. يعني احنا لما نيجي نعمل سونار للست ولاقي عندها اورام على المبيض او اكياس على المبيض او تكيسات على المبيض، كل دوت يعمل لنا مشاكل في التبويض. وكل اللي انا اتكلمت عليه دوت في المبيض بس، احنا لسه عندنا بقيه الجهاز التناسلي زي بقيته اللي هو الانبوبه، الانابيب. الانابيب دي لازم تبقى شغاله كويس، يعني ما اجيش الاقي انبوبه مسدوده. عشان كده بنعمل للست منظار او اشعه بالصبغه، لازم الاقي الانابيب ديت سالكه كويس، لان الحيوانات المنويه تقدر توصل ازاي للبويضه الا عن طريق الانابيب. تالت حاجه عندنا الرحم، الرحم دوت لازم يبقى سليم. ما عنديش رحم، في واحده تبقى مولوده بدون رحم، خلقت ربنا، واحده مولوده برحم صغير جدا ما يقدرش يشيل حمل، واحده عندها ورم ليفي عنيف في الرحم وواخد التجويف في الرحم كله، واحدة عندها التهابات عنيفة في الرحم نفسه، كل ديت أعراض أو أسباب في الرحم نفسه تعمل لنا كده. عنق الرحم لو جناله هنلاقي في بعض المشاكل زي الأورام اللي بتحصل في عنق الرحم، التهابات عنق الرحم ديت تعمل لنا مشاكل أو تأخر في الحمل. وأخيرا المهبل نفسه، في بعض الأورام في المهبل والالتهابات العنيفة اللي بتغير درجة حموضة المهبل اللي بتخلي لنا يحصل تأخر في الحمل. دي الأسباب باختصار، لأن احنا لو جينا اتكلمنا على كل سبب عايزين حلقات وحلقات.